السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تجربه جديده في التسوق من علي اكسبريس. كنت من قبل شاركت معكم التجربه الاولى. قبل ما تبدا هذه المساله ديال سبيداف، غادي نشارك معكم الكوموند او مجموعه لي كوموند اللي جاوني مؤخرا، فيهم اللي جاوني عن طريق لابوست يعني البريد، وفيهم اللي جاوني عن طريق سبيداف. تبعوا معايا هاد الفيديو الا بغيتوا تعرفوا شحال خلصت وبشحال تيتقام الكيلو الواحد الا وصلاتو لك سبيداف. قبل ما نبدا دعموني باشتراك في القناه وديروا جيم الى عجبكم هاد الفيديو وفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وبسم الله، اول مجموعه ديال لي كوموند فيها هاد الارتيكل، هذا بالنسبه لهذا ديال سبيداف غنحيدو حتى من بعد ونرجع ليه، هذا وهادو كاملين ها هما. غنفتحهم قدامكم اولا باش نكتشفوا شنو كاين هنا، ومن بعد نقيموا هذه التجربه ديال سبيداف واش هي فعلا ناجحه، واش هما فعلا التزموا الموعد اللي كانوا قالوا ديال 1 يوليوز ولا لا. هذا الباكي الاول، هذا فيه شي حاجه ريزين مولد، غادي نفتحو ما عرفتش في الحقيقه، ما عقلتش ديالاش بالضبط. هذا يمكن شي حاجه عندها علاقه بالمول ديال الريزين. المول ديال الريزين راه هو المول ديال الشمع النيت. فوالا، اذا هادو راهم ادوات ديال صناعه الشموع. نريهم ليكم، هذا سيبورة هذه تتحط في الكاس ديال الشمع وتتلصق فيها هذا الباطوني ديال العود. هاهو هادو دي باطوني ديال العود، وتيتستعملو كفتيل للشمع، راهم رقاق بزاف. تلصقو هنا في هاد المكان وتيتستعملو هاهوما هاكا، تيتحطو في الكيسان ديال الشمع. نجيب شي كاس نوري ليكم، تيتحطو في الكيسان ديال الشمع هاكا وتيلصقو. طبعا بالنسبة لهاد الكاس راه مكافيش هاد الفتيل لأنه قصير، أنا غير وريت ليكم. إذا هادو راهم دي سيبور وفتيل ديال العود ديال الشمع. كان هادو كان طلبت فيهم جوج قياسات، هاد القياس صغير وطلبت فيهم واحد القياس اطول، هو هذا. هادو طوال، هاد الفتيل الثاني طول من الفتيل الاول، حاولوا نجبدوه غير من هنا. هاهو اذا كي تلاحظوا راه اطول، نعم. اذا هذه لا كوموند الاولى، مزيان. هادي كنت دوزتها، هادشي كله كنت دوزتو قبل من فاتح يوليوز، لان كانوا قالوا بان من بعد فاتح يوليوز غادي تولي تخلص الديوانه على هادوك لي كوموند. اذا هي هادي لا كوموند الاولى اللي فتحت انا وياكم. دوز لا كوموند الثانيه، الطرف الثاني ها هو، حتى هو ما عرفتوش اشنو فيه، مكتوب باللغه الصينيه، اذا ما عرفتش شنو فيه، واخا مكتوب. اذا هذا مول ديال الصباره، مول كبير، كنت دايزه خديت مول صغير، هذا مول كبير، ماشي بحال المول الاول، هذا كبر منه وفي نفس الوقت رطيطب عليه. تنظن ان الشمعه غادي تخرج بطريقه اسهل، نعم. ونذكر انني هادشي كله راه كومونديتو قبل من فاتح يوليوز، يعني خاصني ما نخلصش عليه الديوانه. هذا ما عرفتوش اشنو هو، هوم تولز، اذا شي حاجه ديال الدار. مول ديال لي ماكارون، طبعا انا ما شريتوش على قبل الحلوه، انما شريتو باش نصوب فيه الشمع. اذا هذا مول صغير بزاف ديال لي ماكارون، 0.19 اورو، يعني تقريبا 2 دراهم،
يمكن هذا كنت خديته من الشراء الجماعي، الحقيقه ما بقيتش عقلت. عروض الشراء الجماعي حتى هي راه عروض زوينه بزاف، وتتمكن تشري لارتيكل غير بالنص او بالربع او حتى بالعشر ديال الثمن ديالو. هذا باك اخر ديالاش مكتوب كله بالصينيه، اذا ما عرفتش شنو هو نفتحو ونشوفو. هادو هاد لي بتيت بيرل فيهم الحروف، اييه حتى هادو كنت طلبتهم. هاد لي بتيت بيرل هادو بغيت نزين بهم الشمع حتى هما، ندير بالالوان كل وحده فيها 100 حبه، 100 وحده. هذه لا لتر الحرف اي، وهذا الحرف او اي يو. اذا هادو نخليوهم حتى نجبدو، حتى نجبدو فريم اللي شريت معاهم، ما عرفتهمش واش كاينين. ها هما هادو حتى هما بحال هادو، وشريتهم ليهم حتى هما مكتوبين باللغه الصينيه، اذا ما عنديش كيفاش نتاكد انهم هما. اذا غنفتح هادشي كله، راه كان جا عن طريق لابوست، يعني جا بالبريد. بالنسبه لي زارتيكل اللي جابوا ليا صداف راه غنوريهم لكم من بعد، وغنقول لكم حتى شحال تخلصوا من عندي. اذا ها هو علاش خديت هادو، اي قليب يو، هادو كنت خديتهم من الشمع، ها هما باش تشوفوهم واضحين. ناخذو طرد جديد غنشوفو هاد الشيء اللي رسلو ليا شنو هو. يمكن يو اس بي، يمكن يو اس بي، كنت طلبت يو اس بي. نعم، وهاد يو اس بي كنت خلصت لي غير شي حاجه بسيطه، كنت خديته من الشراء الجماعي. يو اس بي ها هي، ما عقلتش الصراحه شحال خلصت لي. غنشوف هنا ما كاينش، غتكون غير شي كرو وقيله ولا ما واصلاش. يو اس بي ديال كوداك 64 جيجا، يمكن هذا معقلش، كنت يمكن خديتها ب 10 دراهم من الشراء الجماعي لاشا غروبي. نعم هذه حتى هي جات عن طريق البريد، مكتوب شنو، مكتوب بالصينيه هنا. حتى هذه شي حاجه جات من كوداك، من كارت ميموار، ها هي حتى هي من كوداك 32 جيجا، حتى هي تنظن خديتها بشي 10 دراهم، يعني اورو واحد في عروض الشراء الجماعي. شوفو هنا هاد لارتيكل شناهو، مكتوب هنا والو. هادي شي حاجه كنت خديتها دولار واحد، نفتحو ونشوفو. مغلفه مزيان، اذا نشوفو كاينه من برا البلاستيك ومن داخل هاد البوبيت. شوفو 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 شوفو، اذا هذا مول ومكتوبه فيه هوم هوم. هذا مول شريتو حتى هو الشمع او الاسمنت، مكتوبه فيه هوم. زوين بزاف ديال القليب، قليب هنا الوسط غزال 10 دراهم. هذا حتى هو مول، تيبان لي غير من اللون ديالو، اللون ديالو غوز، هو مكتوب هنا باللغه الصينيه، لكن تيبان لي راه مول. ها هو، نعم ها هو بالغوز، مول بالغوز. فيه congratulations congratulations، ها هي.
هذا تيشريو هاد الشوكولا ولا الحلوى، انا شريتو تا انا الشمع، زوين وصغير. نعم هذا شنو هو هذا ما عرفتش، ما مكتوبش، كلشي المعلومات بالصينيه. واخا نفتحو ونشوفو. باش يعجبك هاد المواقع الصينيه بهذا التغليف، التغليف عندهم دايزو الكلام، اذا عده طبقات ديال التغليف. واخا في الحقيقه شي حوايج شي مرات ما تتحتاجش للتغليف، يعني ما تتحتاجش لهذا التغليف المبالغ فيه، بحال هادو، هادو غير دي بروتيج، غير دي بروتيج تستعملوا الاتات. انا في الحقيقه شريتهم باش نخدم بهم هادوك القوالب ديال الاسمنت. هادو يمكن انا كنت خديتهم غير بشي ماشي يمكن بشي اورو ولا ما واصل، يمكن شي 32 هاهي كاتبين هنا 32 حبة. بالنسبة لهذا شنو هو، هذا مغلف مزيان، مغلف مزيان. نعم ها هو فتحتو، حتى هادي يمكن شي حاجة. نعم ميموري كارت، كارت ميموار، ها هي الكارت ميموار، وهذا هو السيبور. هادي لا ماركة سميتها نوبل، وهاد الكارت ميموار 64 جيجا، تا هي يمكن خديتها فلاشا غروبي في هاديك العروض الشراء الجماعي، يمكن غير شي 10 دراهم. ساليت من هاد الطرود ديال البوسطة، ودابا ندوز للطرود ديال سبيدا. الطرد الأول في الحقيقة كنت فتحتو لأن كانت فيه ديزارتيكل ماشي ديالي، ها هما تتشوفوها سبيدا في إكسبريس، ها هما مكتوبة، مكتوبة في الطرد سبيدا في إكسبريس. وهاد الطرد كنت خلصت عليه 25 درهم، 3 ديال ليزارتيكل، كيك مولد يعني امول، موبايل اكسسواريز يعني كارت، يمكن شي كارت ميموار او لا هذاك يو اس بي. والثالثه شندرنز كلوتين، ثلاثه لي زارتيكل، الكتله ديالهم 277 غرام، يعني ما واصلاش نص كيلو، غير 24 غرام. ها هي خلصت عليها 25 درهم، تقريبا 8 دراهم، كل ارتيكل طلع 8 دراهم زايده على الثمن ديالو، وربما هاد 8 دراهم اكثر من الثمن ديال لي زارتيكل، يعني لارتيكل الثمن ديالو قل من الثمن ديال التوصيل ديال سبيدا، غالي بزاف. وحتى بالنسبه للغرام هنا 277 غرام 25 درهم، يعني الغرام تيسوى 10 سنتيم. ما فهمتش هاد الشيء، شي غريب. هما فاش ليفر ليا هذاك لاجون ديال سبيدا كان قال لي بلا الديوانه، اذا ولكن راه جا ليفراني حتى للدار. اذا ها هو توتال 25 درهم، 25 درهم، ها هو توتال الوزن الكلي 277 غرام، هما راه دايرين 0.277 كيلوغرام، والثمن 25 درهم. 3 ليزارتيكل، بمعنى الارتيكل تقريبا 8 دراهم باش وصلوه ليا. وبالنسبه لهاد الثاني، هاد الطرد الثاني تا هو راه كنت فتحتو، كانوا فيه 3 ليزارتيكل دي بيرل، وشي حوايج شي ملابس يمكن سيوات كنت جبتو من بنات اختي. ها هو مكتوب صغير بزاف، الوزن راه 0.350 كيلوغرام، يعني 350 غرام، والثمن 30 درهم، 300 غرام 30 درهم، حسبنا 300 على 30
يعني الغرام ساوي 10 سنتيم، يعني ولينا تنتقداو بالغرام. وعلما ان هاد لي زارتيكل راهم رخاص بزاف، كما قلت راه اغلبيتهم شريتهم من الشراء الجماعي، كاين لارتيكل اللي شريته غير بدرهم. وسبيدا في وصلاتو 30 درهم، ولا التوصيل اولا الديوانه كما تقول سبيدا اغلى من ثمن السلعه، وهذه مساله غريبه. وبهذا نكون كملت الفيديو ديال اليوم ديال تجربة التسوق من علي اكسبريس عن طريق البريد وعن طريق سبيدا. بالنسبة للبريد ما خلصت والو، وبالنسبة لسبيدا راه على كل 100 غرام خلصت 10 دراهم، يعني هنايا كاينة 300 غرام خلصت عليها 30 درهم، وفي الباكي الاخر او في الطرد الاخر كانت فيه 250 غرام راه خلصت عليه 25 درهم، يعني كل 100 غرام 10 دراهم. الى هنا تنتهي الفيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى انكم تدعموني بجام، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، بارطاجيو لكي تعم الفائدة، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.